المرة الأولى كانت من الفنان المعتزل محمد العربي، لكنهم انفصلوا، وبالرغم من انفصالهم إلا إنهم فضلوا على علاقة قوية مبنية على الاحترام. بالرغم من زواجه من الفنانة هناء ثروت اللي اعتزلت التمثيل ولبست الحجاب، والمرة التانية تزوجت من الدكتور إيهاب عبد المعبود وأنجبت منه بنتها الوحيدة ليلى. فقالت بنتها ليلى إن والدتها كانت عايزة تتفرغ ليها وللعبادة، فاعتزلت الفن ولبست الحجاب. وبالرغم من الاعتزال إلا إنها كانت علاقتها كويسة ببعض الممثلات في الوسط الفني.